سميتي سجيه كي كنقرا في الصف الثامن هذا العام. الصراحه الا كنت جايه باش ندوي صراحه كنلقاو صعوبه كاملين، تاثرنا بزاف هذه الاجيال اللي كاينه، حيت فريمون بدلنا اول حاجه بدلنا الليسي، ما كناش كنتضرب بلي غنبدلوا الليسي، وبزاف ديال التلاميذ انهم ماتوا اللي انا فريمون ما نقدرش انني حيتاش 9 سنين حنا وحنا مجموعين كانت خاصنا كندبزوا سي با غاف، ولكن حنا دابا ملي ماتوا يلاه حسينا بهم اللي مشاو. بدلنا الليسي اول حاجه يعني الاباء ديالنا خليناهم في الجبل ما قدروش انهم يجاو معنا، يعني كاين الاباء اللي يقدروا تفهموا هذا الوضع وجاو باش انهم يستمروا ويجلسوا معنا يخليونا اننا نجيو الليست ديال الدخل اللي يستقبلونا احسن استقبال. كنقول لهم الشكر للجميع اللي بخوف اللي كيقريونا في هذا الليسي، وكنقول لهم شكرا على الترحيب الجميل الذي يستقبلونا به، وحتى جميع التلاميذ والتلميذات والطالبين والطالبات اللي استقبلونا في هذا الليسي هذا كنقول لهم شكرا جزيلا. هدف اننا نكون صحفي هي المهم افكار ديالي اصلا بوزيتيف، يعني كنحلم بزاف باغا ندير زاكتيفيتي في المؤسسه كامله، خصوصا في تيزين تاس كندير زاكتيفيتي كنشط المؤسسه كامله. مي دابا المهم واخا مع استفدت بزاف ديال الحوايج وعارفه كيفاش نهضر مع الناس كيفاش ندير دي غولاسيون اللي كاني بوزيتيف، واخا دابا شويه نفسيتي ماشي حتى لي، مي نحاول انني نرجع كما كنت واحسن. الصحافه كتعجبني انك سيستم كيفاش كتقدم، كيعجبوني ادوار انك تجلس في البلاطو ديالك، وحيتاش الصحفيين يكونوا سميتو بروفيسيونيل انهم يجلسوا ويقدموا الاخبار ديالهم، وانا كيعجبني ليا يا نكون صحفيه يا مقدمه الاخبار ولا شي حاجه، ولا نكون مقدمه انا نقدم شي مهرجان ولا شي حاجه كون فولي. سنة رحيمي كتعجبني العفويه ديالها وكترحم فهمتي، يعني كتعجبني السيستم باش كتخدم حيتاش كتدعم الناس كدعم الناس ومن طون في هاد الجعيانيد وقفات بالرجوله، وقفات للناس اللي كانوا وقفوا وقفات هي وسميتو خدامه بالليل وبالنهار، ومن طون كتخدم يعني عجبني ديك القوه اللي عندها وداك اللي نيغجي باش خدامه وهي كتعاون الناس، يعني فريمون عجبتني. انا هنا واخا هكاك نفسيتنا تضمرات شويه، مي غنحاول نجددوا، واخا ما كاينش بعض التلامذ اللي توفاو الله يرحمهم مشاو شهداء، واخا ما كاينينش غنحاولوا نديروا اصدقاء جداد، وحنا في هاد المؤسسه هادي كنطالبوا ان نديروا نكونوا كامل خوت نتعاونوا من اجل القرايه فقط، نقراو ونديروا زاكتيفيتي باش ما نملوش باش ما نديروش حاجه ونقراو، ونتمنوا هذا العام يدوز بخير وعلى خير ونكونوا خفاف على قلوب الناس.